الظريف والناعم للزراعيين اصبح اقتصاد، بس مش معنى كده التوكل يعني. انا بس بتندم انا حر. والآن مع دكتور محمد هلال ممثل شركة جيزا تك لتصنيع المخصبات وعالم تربة ومن رواد الأعمال وعضو مجلس الأعمال المصري الصيني، وتدور كلمة سيادته حول التسميد المتوازن للتغيرات المناخية، فليتفضل سيادته. بالتالي كلكم محتاجين تقوموا كده تتحركوا شويه عشان تريفرش، عشان تغيروا موضوعك. احنا استمتعنا بموضوع جميل النهارده الصبح، وانا متاكد ان كلنا جينا من مسافات بعيده من اماكن مختلفه، وانا سعيد ان انا بتكلم النهارده قدام اساتذتي وزملائي مع اختلاف درجات الحراره الكبير. انا جاي من 30 تحت الصفر ودرجه الحراره دلوقتي 30، ف اتبسطرت تقريبا. طبعا يا اهلا وسهلا، اللي فيكم ما يعرفنيش، انا اسمي محمد هلال، يعني من جيزا تك. جيزا تك شركه مصريه كنديه، اللي يسمع عنكم عننا قبل كده احنا ليه مشهورين على او ليه معروفين على مستوى العالم. طبعا احنا من الشركات المحدوده على مستوى العالم بتصدر اسمده صديقه البيئه في الصين، او يمكن الوحيده في العالم. بيفتخروا بينا مش بس هنا في مصر، كمان في كندا متواجدين في السوق الصيني بقالنا سنوات عديدة، بنتعاقد مع العديد من الجامعات هناك. حصلنا على جائزة من وزارة التجارة الصينية كأفضل شركة أسمدة صديقة البيئة في العالم. النهاردة الدكتور محمود الحقيقة دعاني عشان أكلمكم على العلاقة. اوكي، ما بيعملش حاجة. طيب انا اعمله في اي اتجاه كده؟ لا كده اسحبك. علم. بسم الله. خلي بس بينا كده، اهم حاجة ما حدش يبقى نايم وما حدش يسرح، واللي عايز يسأل في اي وقت يسأل. احنا هنقول كلمتين بساط يعني. لا ده كلمتين بساط قوي. ايوه من عادي. فين البتاع بس اللي كان اوت في صفر. شكرا يا دكتور. طيب هنتكلم الاول على المحاضره، عنوانها التسميد المتوازن والتغيرات المناخيه ببساطه كده. في المحاضره هنتكلم في ثلاث اجزاء بالظبط. اول حاجه علاقه التسميد بالتغيرات المناخ، ازاي التسميد غير المتوازن اثر في حدوث التغيرات المناخيه، وازاي بالتسميد المتوازن نقدر نحد من التغيرات المناخيه دي او نقلل من غازات الجرين هاوس جاز. معرفش بيسموها ايه بالعربي، الاحتباس الحراري. تمام. طيب الجزء الثاني هنتكلم على ازاي بالممارسات التسميد المتوازن نقدر نحافظ على مناعه النبات ناحية التغيرات البيئية المختلفة. لا ركزوا معايا يا جماعة، ركزوا معايا. ايوه. طيب النقطة الثانية الايه التسميد الايه ازاي ده هيأثر على مناعة النبات. والنقطة الثالثة فكرة السماد المفضل او الاسمدة الصديقة للبيئة، يعني ايه اسمدة صديقة للبيئة كده. الله بس هو مشي كتير قوي. دوسه جامده خفيف كده، خليك في اللبس كده. طيب تكه واحده بس يا باشا، ما تكش اكتر من. طيب تاثير الاسمده على تغير المناخ ده، هنا هنعمل مقارنه بسيطه بين التسميد الغير متوازن عمل معانا ايه، وازاي احنا مفروض نشتغل تسميد متوازن. التعريفات مهمه، يعني ايه تسميد متوازن دي، لان ممكن تختلف طبعا بالجرين هاوس جاز اللي بتاثر في الاحتباس الحراري، وكلها ليها مشاركه من القطاع الزراعي، وكلها اقدر ارجعها في الاخر للتسميد بما فيها اللي بيطلع من فم الابقار.
لان فهم العقار مرتبط بالعلف والعلف مرتبط بجودة التسميد، يعني بجودة التسميد هو اللي ايه اثر على جودة العلف. من CO2 للميثان اللي الطن منه ليه تأثير 21 طن من ثاني اكسيد الكربون، للـ N2O او اكسيد النيتروز اللي الطن منه بيوازي 310 طن من ثاني اكسيد الكربون. بس حضرتك قلت نسأل في وسط الكلام، اسأل يا فندم. طن مقصود بيها ايه؟ نعم طن الاميشن. انت عندك الكربون كريدت، دي برضو من الحاجات التعريفات. انا بشتغل في الكلايمت تشينج من 20 سنة، من اوائل الناس في كندا، وطلعنا معهد اسمه المعهد القومي الكندي لادارة الغازات الجرين هاوس جاز على مستوى كندا. تمام، عملنا مشروعين في الهند وفي اوغندا لخفض غاز الميثين من فم الابقار. لما تعمل خفض للانبعاثات اللي كانت بتحصل قبل كده بمزارع الابقار بتعمل لها قياس، لما بتعمل لها قياس من ميثين الطن اللي طالع بيوازي 21 طن كربون كريدت اللي هو طن CO2، تقدر تعمل كليم بعد كده في كيوتو مع كيوتو بروتوكول، وتقدر ساعتها تاخد فلوس. فاي حد هيعمل ممارسات زي دي ممكن يكسب من ان هو بيعمل بنقول عليه ايه موائمة مع تغير المناخ، من ان هو بيخفض كربون كريدت. لا معلش دكتور، بعد اذنك هشرح لك قدرة الطن من الميثان يعادل 21 طن من ثاني اكسيد الكربون. في الترابنج الحرارة بالظبط كده. ايوه كده. الوحدة دي وحدة وزنية كام؟ لا لا تأثير التقدير ده تقدير فعلي على الحرارة وتقدير مالي في الكربون كريدت في الاثنين. احنا ما نسيناش الاقتصاد اهو، ماشيين الاثنين مع بعض برضه. تمام طيب. من ناحية العلمية التأثير.